كتاب العرب عرق أم عقيدة للباحث والكاتب الأستاذ علي الزيدي، أعطى الكاتب فيه أطروحة قيمة وفريدة سوف تحل الكثير من الإشكالات كالتحيز العرقي والميول القومية ونزول القرآن عربياً ووجود فكرة الإله القومية، وستفتح آفاقاً أوسع للبحث وإلى إيجاد رؤية جديدة بما يخص العرب والمسلمين. انتظم الكتاب في فصول أربعة تناول فيها الكاتب بحوثاً قيمة ومتنوعة، رأي الباحثين والمؤرخين في مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام، مناقشة طه حسين بخصوص الشعر الجاهلي، قراءة في مخرجات الواقع الجغرافي لجزيرة العرب مكة وفينومينولوجيا الأديان، ما قاله المؤرخون والمحققون عن سبب التسمية بالعرب أقوام وشعوب أم أعراق وقبائل؟ العرب عرق صاف بمعنى الأنثروبولوجي أم هم قوم جمعهم التوحيد؟ هل كلمة عرب موجودة قبل زمن إبراهيم وإسماعيل؟ وجود النبي إبراهيم ميثولوجيا أم واقع؟ أصل لفظة العرب ودلالته على عقيدة التوحيد، النبوة الفردية والنبوة الحضارية، نظرية موت المؤلف أم نظرية الشجرة المثمرة؟ الأسباب التي أدت بالعرب إلى ترك التوحيد، العرب عرق أم عقيدة؟ للباحث والكاتب علي الزيدي في مكتبة دار الرافدين.